عاقا نخدم معاه غادي يجيب لي واحد البلان ولا تكتبشي لي النص فداك الصالير 2000 ولا كيمشي لي نص واحد الطريقه تخرجت ليا تشويش طرقي ديال الخطط خرجت لي واحد الطريق وليت كنحط فيها النص 2500 درهم يعني اش بقى لي انا باش نمشي ونجي حيت انا كنت كنمشي عند الدريه حكا ونقول لكم الدريه انا كنت ساكنه انا في ساكنه في الخرجه ديال كازا باش نوصل لعين دياب خاصني يقولوا ساعه ونص حتى ساعتين لاروب كنت كنمشيها في الترامواي من يعني كناخذ طاكسي يوصلني عند الترامواي ديال التيرمينيس الاخير عرفتي هادو في خاطري كنحس بهم كنوصل بحال في يدي شيرور لا كورباتي ولا معش كتقولوا ليا وكنت كنصبر وكنمشي نقري الدريه ونعاود عاوتاني نرجع ما علينا يا في الشتاء يا في الصيف ممكن نمشي نقري الدريه فهمتي بقيت فهمتي كان بحال هكا نشري شويه الثوب نصاوب هادي نبيع بحال هكا نعاون راسي وكنحقق الناس اللي كانوا في كازا انا اللي كنت كندير لهم الليفريزو نمشي تال شي يقولوا لي هوايا تال هذاك خيبيتو حدا لي ساسف هذاك اللي حدا لي ساسفه وتما داك حتى كنمشي ندير ليفريزو بوحدي في كازا كنت كندير ليفريزو بوحدي حيت ما عرفتش ديك الساعه انا الليفرور نقدر تاخرت لقاي ليفرور داك 20 درهم دلا مدي اش كنت كندير النهار اللي عندي باش نمشي نقري الدريه اش كندير كنليفري للناس كنمشي ليفري ليهم طق طق فهمتي البلان يعني بديت مكافحه يعني ماشي واختي اللي عندك شي فكره حاولي غطبقيها بعدا ماشي طبقيها هي اكزاكت بحال دابا شي واحد كيقول وبغيت ندير بروجي ولكن خاصني لومبالاج خاصني التواب خاصني الماكينه خاصني هادي خاصني الاشهار خاصني هادي هذيك خاصني غتحس براسك سخفتي وانت ما عندك والو في داك الشيء كامل وتبدا تيستي جرب دير تصويرات دير فيديوهات ولكن الصبر انما للصبر لا حدود الا بغيتي توصل لشي حاجه في حياتك فهمتوني شكل العيب ديال الصبر كيدبر لا الصبر في الاهداف وفي البروجيات كاع ما كيدبر في الاخر كيجيب لك الخير والخمير فهمتوني البلان هذا ما كان المهم بقيت كنقرر الدري غدا جايه اختكم غدا جايه واحد النهار غتعيط ليا الدري وغتقول ليا والفكره غادي تواصلي بها مع راسك شوفي انت شنو كتضبطي شنو عزيز عليك شنو الحاجه اللي كتضبطيها شنو الميول ديالك شنو هي الحاجه اللي كتعجبك في النهار تعيشيها فهمتي بديت قلبي وشوفوا نقول لكم واحد البلان عاوتاني ماشي كلشي الناس ديال البروجيات باش نكونوا واضحين ما نكذبوش على راسنا كاين اللي ماشي عقليته تركيبته ماشي ديال البروجي كاين اللي باغي 1 2 3 اروي فلوس فهمتي غادي تنوس وغادي محنو كانوا النوس فهمتوني نقول لكم من الاخر هذه الافوكادو هذا البيض صافي هادشي اللي عندي غناكل ونهضر معاكم شويه حيت راه عندي خطه راه غادي نخرج خاصني نخرج نمشي لحي الفرح نشوف التراب ما عنديش الطوموبيل غنمشي في الطاكسي حيت كون بغيت نشري طوموبيل اش كنت غادي ندير شغل لهبيل كون بغيت نشري طوموبيل اش غندير غادي نشد الفلوس ونشري طوموبيل وما غاديش نقدر نسكن في بارتما بوحدي باش نحيد دابا انا البارتما ساكنه فيها راه عندي الصالون دايره شروم وبيت اخر اش دايره فيه اتوليي خدامه في الدار فهمتيني كنفيق الخدمه قدامي في الليل عاوتاني بغيت نخدم شي لعيبه الخدمه حدايا فهمتوا البلان كنصور انا اللي كنتصور انا هي المانكا وانا اللي كندير الماركتين والتسويق باش داكشي غادي كيتوسع وكل ما توسع كنضيف ناس معايا كيوليو خدامين معايا فهمتوا البلان هذا الاومليت ديالنا ديال الصباح هذا فطور وغدا وكل شيء فهمتوني حيت انا كنعرف كيفاش نستثمر في الوقت ونربح الوقت وهذه شويه الافوكادو ايوا هذا ما كان صراحه ناخذ شويه التمر خليتها من بعد ونصاوب واحد البريديت اتاي باليزير وناكل مع التميرات فهمتوني الخوت واحد النهار الدريه غتصدمني غادي تقول لي صيفطت لي ميساج انا كنت ناويه ديك السنه الثانيه اللي غنبدا نقريها هي اللي غادي نبدا انفيستي وغنبدا نكبر البروجي وهي تقول لي اختي صافي راني غادي نحبس حيت غادي نسافر ونكمل قرايتها في لندن ايوا نوضو عرفتي جاتني الصدمه ترى تصدمت وغادي تصدمت جاني اكتئاب من وراها حيت حسيت براسي حيت داك كنت باقا ما فاهمش بزاف د الحوايج في الحياه ما فاهمش طريقه الخطه كي دايره فهمتي طاحت ليا النقطه ما علينا خليتيني تيبرد خليني نطلع معاكم نتا جاي تبرد سمعتوني الخوت
صافي قالت لي ما غاديش تبقى تقرا، انا تصدمت جاني اكتئاب. تصدمت وجاني اكتئاب وبقيت كنقول يا ربي كي غادي ندير، اشنو غادي ندير، وانا ما هذيك الفتره كلها ما وفرت والو في الفلوس، ما درت حتى شي حاجه، كانوا عندي غير شويه ديال التوابات وهذا. بقيت كنحاول ندير هادي ندير، فهمتي، كنت كنقول خاصني شي كاميرا، خاصني، فهمتي، كنت كنحس بداك الشيء كثير باش انا نقدر نوصل، كنحس بداك الشيء كثير. كاين اللي قال لي خاصة تبن وهادي باش الناس يقدروا يشرو من عندك، المهم راكم عارفين داك الشيء ديال الماتريكس. ما علينا، دازت المدة، دوزت اكتئاب، أصعب اكتئاب في حياتي داز عليا، أصعب اكتئاب. من وراها قررت باش نبدا ندير فورماسيون عبر الواتساب، بديت كنقري الناس في الواتساب، ملي بديت كنقري الناس ولاو كيصيفطو ليا الفلوس. واش درت؟ مشيت صوبت واحد الكوليكسيون ديال الجليبات والتوربانات، وبديت كنتصور انا وكنحط داكشي وكنبيعو. انا وليت فرحانه حيت الانرجي ديالي طلعت، عاودتي علاش؟ حيت كنقول هادشي راه صحيح. اش كتقري؟ كنت كنقري من الموديليزم والستيليزم، بالموديليزم والستيليزم ب 200 درهم الشهر، ولكن دابا كنشوف راسي ما قادرش نعاود نقري الناس الستيليزم والموديليزم، صافي ديباسي. تقدروا تلقاوه في اليوتيوب. انا دابا باغي نقري الناس المشاعر ديالهم كيفاش يفهموها وكيفاش يتعاملوا معاها، فهمتوني؟ المهم ما علينا، خليو هذا الموضوع ابار، فهمتوني. فرحت ودخلت لك لواحد الكلوب ديال الرياضه، فرحت صافي، كنقول الفلوس جاو صافي، انا نجحت، الشعور الداخلي. ما علينا صافي، وبديت كنبيع، نصور داك الشيء ونحطه، وبديت كنبيع، وبديت كنتعرف في الفيسبوك والناس كيتقداو من عندي، ومره ندير شي حاجه ابداعيه، بحكم ما كنتش كنقدر ندير كونتيتي، يعني قطعه ما نقدرش ندير فيها كونتيتي كثيره، كنديرها وحده ونصورها نبيعها. ولكن ملي كنبيعها راه ملي كيجيبوني الفلوس راه ماشي كنبدا هاش منك هذا ساك، وغادي نمشي ندير السبا، وغادي ندير المانيكور، وغادي نمشي نشري واحد الغوجا ليفغ، وغادي نشري هادي. لا 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 لا، انا حيت كدزت من هذا دقدقت مزيان، ما لا مجال باش نشري هادي ولا هادي. كيقول لي راسي خاصك تنقدي راسك، باش تنقدي راسك تنقدي هو الفلوس مني يجيوني كنعاود نحطهم في توب. بحال دابا خلصوني الناس، مثلا تخلصت 200 درهم، اش كندير؟ كنشد هذيك 150 درهم، نمشي نجيب بها توب ونجيها 150 درهم. خويا عافاك تعطيني نص متر من هنا نص متر، كاين اللي كيقول لي لا اختي ما كنبيعوش نص متر، سير اختي لا الله يسهل عليكم. واش كنت كنقولش ويلي ما كاينش اللي عاونك، ناري على قهوم، ما كاينش اللي ساعدني، ويلي انا طعت. لا، كنمشي عند المحل الثاني والثالث والرابع حتى يبيعوا لي على خاطرهم. عندي الايمان انا غادا، عندي هدف متاكده بانني انا راه غنجيب معايا داكشي اللي بغيت، وكنجي فرحانه ونقطع ونخدم ونخيط، فهمتوا؟ كنت في الاول انا كنت كنخيط راسي حتى ل 2020، هاد غادا نحبس، غادي يولي واحد السيد هو اللي كيخيط معايا، فهمتوا البلان؟ كيفاش بغيتي ديري مدخول؟ وديفلوبي راسك اختي. دابا كنت كنقول كي بغيت ندير مدخول كيفاش ندير لي؟ غديفلوبي راسك او غضيف شي حاجه اخرى. ديفلوبي، شوفوا راه كنقول لكم واحد البلان، راه كنوصلوا لواحد المرحله خاصك ديفلوبي، خاصك دير ميزاجور، خاصك تجدد فشي فكره، ما تبقاش انت واش هاد لافوكا مثلا، هاد لافوكا كنبريزونطيها انا بحال هكا عام، وانا كنبريزونطيها بحال هكا، شويه الناس ما بقاوش بغاوها، شبعوا منها، شبعوا منها انها مبريزونطيها بحال هكا، دخليها فشي بلا اخرى بطريقه اخرى يبغيوها عاوتاني. التجديد، راه التجديد، راه بنادم كيمل، كيتولي تقول صافي هذيك صافي، يقدر هو ما عمرو شراها ولكن غير كان كيشوفها بزاف ديما، صافي بلات كتجي قديمه. عطيو شي حاجه جديده، شي فكره جديده، شعور جديد. من وراها اش غادي يوقع؟ غادي تعيط لي واحد الشركه، عيطوا لي الو السلام عليكم، عرفتي شنو السي في حاطاه من 2014؟ الو ما الو السلام عليكم، بغيناك تخدمي عندنا ستيليست. قلت ليها فين لقيتو؟ انا صافي كنت نيست من الشركات، ما بقيتش بغيت نخدم فيهم، نيست. الو ما الو عافاك بغيناك تخدمي عندنا. قلت لها فين لقيتو السي في ديالي؟ كان عرفتي فهمتي بحال تفاجأت، فين لقيتو السي في؟ قالت لي اختي لقيناه في البلاصة الفلان فلانية، وبغيناك تخدمي عندنا، البروفايل ديالك هو اللي كنقلبو عليه. صراحة في الأول ما بغيتش نمشي، قلت أنا تلقيت الطريق ديالي وبدا كينجح ليا الموضوع وشديت الطريق، جاو هاد خوتنا
وكان هذيك الوقيته عندي واحد الظروف صعبه في قال لي اختي من الاحسن لك انك تمشي تخدمي في الشركه غتخلصي. وكان الصالير 10000 درهم، الصالير 10000 درهم. وبقيت كنفكر ملي مشيت درت ليهم اشياء تعجيزيه باش يقولوا لي لا زعما باش ما نخدمش معاهم، فهمتي؟ تعرفي داك اللي انت متشبت بواحد الطريق وجاتك فرصه وانت ما باغيش، انت باغي ديك الطريق اللي كتبان لك راها غاده ومزيانه، وبديتي كدير الناس اشياء تعجيزيه باش تبقى في طريقك. قلت لهم ولكن عندي شرط، قالوا لي شنو؟ قلت لهم نجي مع الربعه، نجي مع العشره نخرج مع الربعه. ووافقوا، بقى فيا الحال. ملي مشيت بديت خدامه معاهم، خديت خدامه معاهم وداك الشيء، الامور كانت مزيانه، الصالير زوين، سافرت، صدرت، شريت حوايج، فوجت كاع داك الشيء اللي دوزته من بعد، ولات فويجه فوجت. وبقيت كنشري مره التواب، وتعرفت على واحد السيد تما معنا في الخدمه، وليت كنقول ليه علاش ما تشريش ماكن ونبدا نعطيك الخدمه وتخدم ليا. قال لي هات هذه فكره مزيانه، الله يخليكم شرا الماكينات. ولاش كيخدم ليا غا انا، كيخدم مع ناس اخرين عاوتاني، وفي نفس الوقت باقي خدام الشركه. ديما تي موتيفي الناس ديفلوبيهم وضيفو لك وضيف ليهم. ما علينا نكمل لكم. صافي بديت اختكم خدامه، ولكن نهار كان مع ملي توصل الربعه وكنبغي نخرج، كنوقف قدام السانسور باش نصافي نمشي بحالي، كنحس براسي بحال دوزت النهار كله وما درت حتى شي حاجه ليا انا، بحال كان داك التذكير بالبروجي ديالك، وانتي فينا هو البروجي ديالك، وانتي فينا هو، هادو راه في اي لحظه يقولوا لك بسلامه، هادو راه في اي لحظه يقولوا لك السلام عليكم، حيت فهمتي حيت الشركات صراحه يقدر اي لحظه يقول لك اختي بسلامه سمحي، فاش داكشي سيرتو حنا لي ستيليست يخدم معاك سي موا غادي يوجد كوليكسيون، يوجد داكشي اللي بغا يقول لك بسلامه، الله يعاونك اختي، نشكركم على لا جونتيس، فهمتي؟ فهمتو البلان؟ هذا ما كان، كان ديما داك الشعور كيجيني بحال 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 الجرس، بحال السيريال كيقول لي في اتونسيون. علاش؟ حيت عارفه راسي الا مشيت وخرجوني على غفله وما عديش فلوس البروجي ديالي انا مشيت فيها، فهمتو البلان ولا فهمتو؟ ما علينا، اللي حسن حظي كنت كنشري التوابات، ما علينا. غتوصل الوقيته غادي يقلبوا عليا في الخدمه، ناضوا لي واحد معايا بحال هكا شويه، ولاو معايا بحال هكا، فهمتي؟ بديت كنعرف انا العلامه ديال صافي راه خصك تهزي قلوعك من هنا. تبت انا ديميسيوني، داروا لي واحد الضغط خايب، وكنت ديك الوقيته كنشرب الدواء ديال الاكتئاب الله يخليكم، ديال الديبريسيون، حيت ملي كدوز فتره خايبه وصعيبه من وراها كيبداو يجيوك الاعراض، كتبدا تحس براسك فشكال، كتمشي تعاد للبسيكياتر. المهم كنت كنشرب الدواء، هما عارفين هاد الشيء ولاو كيديروا لي اكسبري. المهم ما علينا، وصلت في الاخر وانا ديميسيوني، داروا لي على سفر الرويده وانا ديميسيوني، قلت مالي على تسطا، وليت كنبكي يعني انا غنولي في نفسيه وحده اخرى ما هيش. صافي وانا قرر خرجت، مني خرجت كنت تسنى غيعطيوني الكونجي، انا قلت الكونجي غتكون عندي عين فيها زيد الصالير على الكونجي، يعني غتجيني شي مليون ونص حتى لجوج المليون. قلت انا جوج المليون غادي نشري هاد التوابات، فهمتوا؟ حيت انا واخا بقيت خدامه معاهم كنت كنشري التوب ونخدمو ونتصورو، فهمتي؟ بقيت شاده، ماشي صافي باش شدتني الخدمه ومشيت. علاش؟ حيت عارفه الصح اللي كيدوم ليا هو شغلي وهي خدمتي. ما علينا، اش غادي يوقع؟ كنقول لكم اش غادي يوقع باش نحاول نتذكر. المهم خرجت ما عطاونيش الكونجي، تصدمت ملي ما عطاونيش الكونجي، ما نكذبش عليكم تصدمت، وبقيت كنبكي وبقى فيا الحال، حسيت راسي تشمت، وانا خصني نرجع غادي نرجع نجلس في الدار وكيفاش خصني ندير والبروجي ديالي وداك الشيء. بقى فيا الحال باش نبرد على راسي، مشيت لانسبيكتور دو ترافاي ديكلاريت كوم كو واحد الناس راه ما عطاونيش الكونجي، وقال لي لا الشركه كبيره وداك الشيء، ولكن مولاها شويه بحال عشوائي شويه، فهمت؟ كيخدم هضرت معاه قال لي وانتي ملي كنتي كتجي من 10 ل 4، فهمتي؟ هو ما فاهمش القانون ديال الخدمه وما فهمتي. المهم ما علينا، الله يعاونهم، المسامحه. صراحه تلاقيت معاه وبغى يعطيو لي ناخذ معاه الدولار، شنو اللي درهم كونجي واش في حبات عندهم شحال هذا، يعني راه غتكون كثرت وراه مالا، راه نجيب نشريها توابات اويلي، نشريها توابات اختي اويلي، دير لي توابات ديال سيزون كامل، والله يجيب الخير، الله يعوضنا خير. المهم ما علينا صافي. اختكم خرجات وصدقت شريت واحد الكتوبه، شريته ب 700 درهم ديال واحد الكاتب سميتو فاديم زيلاند روسي، كنت عندو علاقه بالفيزياء وداك الشيء، هذوك الكتوبه قريتهم وخرج. شكون هو؟
الشجاع، البطل المغوار، المسوق الخطير من داخلي. هذوك الكتوبه وروني كيفاش اشنو كيفاش خاصني ندير في حياتي، ولا نطبق داكشي اللي في الكتوبه طبقته وبديت كنجح بشويه بشويه. رويضه رويضه بدات كدور رويضه، رويضه رويضه كدور رويضه. صافي شنو غادي يوقع؟ وهي تجي كورونا. جات كورونا، جات كورونا، انا وليت نقول اويلي امي اويلي تزيد الطينه بلاق. اش هاد البلبله زادت الطينه بلاق. ما علينا، جلست فديك الفتره بقيت نقرا في هذوك الكتوبه، بديت كنفهم شي العيبات من وراها. اش غادي ندير؟ وقولوا انتم اش غادي ندير؟ كان وعدي شويه الفلوس، تسلفت بالحق، لا تسلفت واحد شي فليسات، وكانت كورونا والقضيه محسوقه. ولحسن حظي، لحسن حظي كانت عندي النمره ديال واحد السيد ديال التوب، قلت لي عافاك واش عندك شي توابات، صيفط لي التصاور في ديري غادي ديشارجي لي التليفون، صيفط لي التصاور في الواتساب، قلت لي بغيت هذا وهذا وهذا وهذا، جابهم ليا. ملي صدوا علينا وداكشي انا تصدمت. كاين واحد الصديق ديال قال لي دير لكم امات، كنت نحس بداكشي ما خدامش، ما كيقول لي داكشي كنحس بيه ما غضبطش معايا، ما غاديش معايا. ورجع بديت كندير التوربانات، وكان واحد كان حيت كنحبس الليفريزو، هو اللي صيرني الليفريزو كانت تحبس. جاب لي السيد التوب، فصلت التوب، خيطت انا وماما. ماما لمعلوماتكم ماما عمرها ما كانت خياطه، علمت ماما تخيط وعلمت ماما تفصل، ولينا كنخيطوا ونفصلوا بجوج طق 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 طق، وكنصاوبوا. كانت كطلع لي ماما في العشيه كتقول لي هاتي هاكي، كندير ورقه وستيلو شحال غنعطيك ماما طق طق. ماشي ديك اللعيبه ديال لا حيت ماما تبقى تخيط ليا، لا انا عزيز عليا الموتيفي الناس، خاصني نعطيهم حقهم، حيت انا غندخل الفلوس وانا باغي نبيع داك الشيء، وواحد خدام حاط الطاقه غير كل ما يمكنش. صافي وبقى داك الشيء عندي تقيل شويه، تقيل في البيع. واحد لقيتها وانا ندير واحد الكمامه ديال الجيم، انا بغيت نلعب، كانت عندي واحد ديبرسيون بغيت نلعب، حيت كل ديبرسيون راه عندها استوار، من بعد نعاودها لكم. سمعتوني؟ انا بغيت نفوج، بغيت نلعب، بغيت نعيد قصه التوربان ديال الجين، بحال دابا انا عندي واحد الذاكره كتوقع ليا بحال واحد لانيفيرسير كنديرو. درت توربان بالجين، قال لي راسي اجي ندير شي كمامه بالجين، وندير كمامه بالجين، صورتها حطيتها، دازت على سيمانه وينوض الصداع والغوت، الناس بداو كيتنمروا. الكمامه دابا انا درت الكمامه ودرت ليها 299 درهم غير باش ما يقولوش ليا شي كليانه تصاوبي لينا بحالها، حيت دابا انا ملي كنت كنصاوب داكشي في شكل كنت كنجلب ليا واحد الناس في شكل كيبغيو داك الشيء، حيت راه اي كل فولو عندها كياله، فهمتوا البلان؟ كاين طابق حتى على الخدمه. انا قلت غادي يقولوا لي صايبي الكمامه، انا ما بغيتش نصاوب هاد الكمامات وهاد الشيء، اجي ندير لهم هاد الثمن، ندير لهم هاد الثمن باش حتى حد ما يقول لي صاوبيها ليا، ويدير ضجه. انا ما كانتش في نيتي ندير شي بوز ولا شي لعيبه، وما يبداو مولات الكمامه هادي، كاين اللي سبني، كاين اللي عايرني، كل واحد كاين اللي تخاصم معايا، شي صحاباتي الو ماشي اختي واش بصح باغي تبيعيها، وتكونوا كاع باغي تبيعيها مالي ما نستاهلش. شوف بنادم كيفاش كيفكر، كلشي تفكيت منه، كله تفكيت، حتى ما كنت قريت الكتوبه قبل عرفت بنادم اللي غادي يجي بدا يتنمر عليا وهادي، فهمتي هذه دارت الامور، فهمتي البلان؟ هذا ما كان. المهم بقات اختكم من كورونا، بديت كنبدل طريقه التصوير، كنصور بشي اسلوب، حيت خدمت على المشاعر ديالي وخدمت على الافكار ديالي، فهمتوا؟ كنت كنانفيستي في بهيجه، كنت كنانفيستي في راسي باش نكون حسن، فهمتوا اللعيبه؟ صافي وبقيت غير كنديفلوبي، كل مره كتجيني فكره في شكل كنطبقها، ما كنقولش اوه يضحكوا عليا لا غادي يقولوا لي لا ويلي، كنطبق. وليت انا هي الموديل، وليت انا هي المانكه اللي معجبتوش، ما عندي ما ندير به، الله يعاونو، انا باغي نقضي راسي حاجه، شكون يعطيني الفلوس؟ نمشي نكريسي؟ لا، نخدم بالحلال، اللي عجبو مرحبا، اللي معجبوش الله يسهل عليه، فهمتوا البلان؟ هذا هو اللي كندير، انا ما كنتسوقش للبشريه، علاش؟ انا محتاجه الفلوس، واش تعطيهم ليا؟ ما غتعطيهمش ليا، غتبقاو تضحكوا عليا، ولكن الفلوس ما تعطيهمش ليا، فهمتوا البلان؟ صافي بقيت مركزه على الهدف، التوربانات بديت كنتفنن، صوبت توربان هكا. فهمتي شويه من ملي كنا كنصاوبو توربان خمسه كاع، وصلنا لمرحله 100 توربان، 200 توربان، ماشي غير موديل واحد،
ستة الموديلات، ربعة الموديلات، دابا وليت كندير لي كيمونو، بزاف ديال لي كيمونو، داكشي مستيلي، ما لابسو حتى حد، ما كاين حتى حد بالناس اللي كيتقداو عندي كيعجبهم داكشي، علاش كيقولك عندك هادشي بوحدك، هما ملي كيلبسوه كيتفرضوا، هاد بليز ديك الطاقة.